السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اخوكم الادريسي عبد العلي فور جيستيون اكاديمي. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا واللي استفدتوا منه ان شاء الله حاولوا تبارطاجوه باش الاصدقاء ديالكم حتى يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ترحبوا بالاخوه والاخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الالكتروني forgestion.com او على صفحه الفيسبوك forgestion او على قناه يوتيوب forgestion. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا الدرس ديال ترانسبور من الدروس ديال لي زوبيراسيون كورونت فاكتوراسيون. كملين مع الدرس ديال ترانسبور. نبداو على بركه الله. ترانسبور كينقسم لجوج اشكال. ترانسبور رياليزي باغ لو فورنيسور تسمى ترانسبور فورفي. يعني حنا مشينا شرينا مثلا السلعه مع هذا الفورنيسور وعطانا الترانسبور ديالو وصلناه به. مثلا نديرو واحد المثال، مشينا شرينا مثلا حنا تنديرو شركه ديال البني، مشينا شرينا لياجور مع عند واحد الفورنيسور، عطانا لياجور كيخصنا باش نوصلوه عندنا، تيقول لك فوالا هات لياجور الثمن ديالو وهات الترانسبور انا غنكري لكم الترانسبور. يعني عطانا شرينا من عندو السلعه وكرا لنا الترانسبور ديالو هو الكاميو ديالو هو، تسمى réalisé par le fournisseur. C'est un transport forfait. Transport forfait, nombre facture 1, yani seule facture. Yani reste qu'on a une facture à faire, et on a une facture à faire, et on a une facture à faire, le montant de cela, et le montant de transport. Mais on a une facture, et on a une facture à transport. On a une transport, voilà qui est un produit accessoire, yani le produit principal, le rabat, le viageur. و برودوي اكسسوار اللي مع الياجور راه هو ترونسبور، ما عندوش الحق يعطي فاكتوره بوحدو. علاش؟ حيت اللي عنده الحق يعطي فاكتوره بوحدو هي سوسيتي دو ترونسبور الخاصين بالترونسبور بحال ستيام اس تي ال دي اش ال، يعني هادو هما اللي خاصين بالترونسبور. لاكتيفيتي برانسيبال ديالهم هي الترونسبور. هادو اللي مشيتي كريتي من عندهم شي ترونسبور مثلا شي فواتير، كريتي من عندهم مثلا شي ميني بوس او كاميون، تيعطوك لا فاكتور ديال الترونسبور. لكن بالنسبه للفورنيسور اللي تاخذ من عنده السلعه و تيكري لك الترونسبور، خصو يعطيك الترونسبور مع السلعه ويعطيك فاكتور وحده فيها ثمن ديال السلعه والثمن ديال الترونسبور. يعني غتكون عندي فاكتور وحده. تسمى سمع ترونسبور رياليزي بار لو فورنيسور او تسمع ترونسبور فورفي، نعرف راه انا غنكون عندي فاكتور وحده فيها المونطون ديال المارشانديز والمونطون ديال الترونسبور. مزيان، يعني مارشانديز بلوس ترونسبور، يعني فاكتور نمبر دي فاكتور وحدة 1 غيكون فيها مارشانديز بلوس ترونسبور. مزيان، طوب تي في ا سور بور 20%، يعني هاد الترونسبور هادا تا هو عندو تي في ديالو 20%. ترونسبور رياليزي باغ لو فورنيسور ستادير ترونسبور فورفي لو طوب تي في ا سور ترونسبور سي 20%. فهمها، نشدها عندي فراسي. يعني ترونسبور كيفاش نسمع ترونسبور فورفي او ترونسبور رياليزي باغ لو فورنيسور، يعني هاد الترونسبور غتكون عندي فاكتور وحده فيها المونطون ديال الترونسبور والمونطون ديال السلعه والترونسبور تي في ديالو 20% في هاد الحاله هادي. مزيان، والكونت اللي غنخدم به في هاد الحاله هو كونت فونت برودوي اكسسوار. فونت برودوي اكسسوار نيميرو دو كونت 71 21، غيكون في كريدي مادام كلاس 7، اذا غيكون في كريدي برودوي 71 21. اذا هاد الكونت هذا هو اللي غادي نخدم به انا. اذا تبع الترونسبور فورفي، اذا اون كان فونت غنخدم بهاد الترونسبور هذا. انا هو الفورنيسور، انا خدام مثلا كونطا مع الفورنيسور، جاتني واحد لافاكتور فيها اننا بعنا لواحد الكليان السلعه وعطينا معاها الترونسبور. فهاد الحاله غتكون فاكتور وحده فيها ثمن السلعه وثمن الترونسبور، والترونسبور غتكون التي في ديالو 20%، السلعه التي في ديالها 20% مثلا، والترونسبور التي في ديالو حتى هو 20%. فاش غنبغي ندوزها في الجورنال الى كونطا نخدم به ترونسبور، الى كونطا نعطيه نعطيه كونط ديال فونت برودوي اكسسوار. مزيان، هذه في الحالة الأولى. مازال غنشوفو كيفاش غندوزو لي زيكزومبل. الحالة الثانية اللي قلنا ديال الترونسبور هي رياليزي باغ سوسيتي دو ترونسبور. مزيان، هذه الحالة إلا الشركة خاصة بالترونسبور اللي دارتلك ترونسبور ديال السلعة ديالك. مثلا مشينا عند فورنيسور نفس الفورنيسور ديال لياجور، إلا مثلا عطانا لياجور تفاهم معانا، خلصنا في الفلوس ديال لياجور، لياجور خاصني يوصلنا ديك لياجور المحل فين تنبنيو.
هو اللي باع لينا الياجور ما عندوش ترونسبور، شنو نضطروا؟ نضطروا نكريو ترونسبور مع شركه خاصه ترونسبور، خصنا كاميون باش نهزو في داك الشيء، نمشيو عند شركه خاصه مثلا بحال سات ايام ولا اش اي هذه نكريو من عندها ترونسبور، فهاد الحاله خدنا واحد لا فاكتور بوحدها، فاكتور خاصه ترونسبور، حيت ما باعتش لنا السلعه، يعني ترونسبور رياليزي باغ سوسيتي دو ترونسبور. نومبر دي فاكتور 2، فهاد الحاله يكون عندي جوج ديال لي فاكتور، وحده ديال السلعه première facture de marchandise, deuxième facture ديال اش ديال ترونسبور. علاش؟ حيت الشركه درت لنا ترونسبور ماشي هي الشركه اللي بعت لنا السلعه، كل وحده غتعطيني فاكتوره، اذا غيولوا عندي جوج ديال لي فاكتور. مزيان، في هذه الحاله طول التيفي سيغ ترونسبور 14%، ترونسبور صوبت لي شركه خاصه بترونسبور التيفي ديالو 14%، ترونسبور صوبت لي الشركه اللي بعت لي السلعه التيفي ديك الساعه تيكون تيفي ديالها 20% ديال ترونسبور. إذا ترونسبور خصنا نعرف ترونسبور رياليزي باغ سوسيتي دو ترونسبور تيفيا 14%، ترونسبور رياليزي باغ فورنيسور أو بيان ترونسبور فورفي تيفيا 20%. الحالة ديال 14% هنا إلا كونت نخدمو به كونت سميتو ترونسبور، نيميرو دو كونت 61 42، كاين في كلاس 6 ترونسبور 61 42. إذا وقت ما تكون عندي أنا شريك عطاتني الترونسبور يعني فاكتورة خاصة الترونسبور غنخدم بواحد 60 42. مزيان، دابا حنا شفنا جوج حالات ديال الترونسبور اللي كاينين، ترونسبور رياليزي باغ لو فورنيسور و ترونسبور رياليزي باغ سوسيتي دو ترونسبور. مزيان، كاب ترونسبور فورفي رياليزي باغ لو فورنيسور، غنشرحو كل كاب بوحدة و نعطيو إكزومبل ديالها. غنشرحو الكا الأولى، الحالة الأولى كان ترونسبور فورفي يعني رياليزي باغ لو فورنيسور. La facture est quoi maintenant? C'est le montant brut, maintenant. Il y a une réduction commerciale, régime moral, la réduction commerciale, régime de réduction financière, régime montant, transport, et le montant de TVA, et de TTC. Là, je vais vous dire. Après, il y a ensemble le transport. C'est le même cas de transport. La commune va mettre le transport, car tu veux dire, on a une majoration, tu disais, la réduction financière, tu dis, moral, transport, et de TVA. تيفي 20% تنبغي نحسب على جوج، على النت فينونسي بلوس ترونسبور، هادشي غنشوفوه في هاد ليكزومبل إن شاء الله. إذن هذا هو الترتيب تيكون عندي، مونطون بروت، ريديكسيون كوميرسيال، ريديكسيون فينونسيال، مونطون ترونسبور اللي عندي، تيفي عاد مونطون تي تي سي، ها لا فاكتور ديالي. تيكون عندي مونطون بروت، ريديكسيون كوميرسيال، نت كوميرسيال، ريديكسيون فينونسيال، نت فينونسي، وعاد ريجي ترونسبور. المونطو اللي عندنا بحال اللي قلنا مثلا ترونسبور 400 درهم غنحط هنا 400 درهم عاد تيفيا 20%. تيفيا اش نحسبها؟ النت فينونسي اللي هو الثمن ديال السلعه زائد ترونسبور في 20 مقسومة على 100، إذن هذا 20% غنحسب عليها النت فينونسي وترونسبور. علاش؟ حيت ترونسبور تيفي ديالو 20% والمارشانديز تيفي ديالها 20%، ممكنش أنا تيفي نعاودو جوج مرات في لا فاكتور، حطها ونحسب عليهم بجوج المجموع ديالهم. مثلا نت فينونسي عندنا 1000 وترونسبور عندنا 400، غنشد 1400 نضربها في 20 نقسمها على 100 تعطيني الثمن ديال المونطون ديال التيفيا. تا تسير غنجمعهم ثلاثة، ثمن السلعة، ثمن ديال الترونسبور، بلوس ثمن ديال التيفيا، المجموع هو تا تسير. مزيان، إكزومبل هنا شوف معايا الإكزومبل. Le 3-9-2012, montant de marchandises 2000 dirhams, TVA 20%, remise 4%, restaurant 3%, rabais 2%, escompte 5%, transport 400 dirhams, forfait, réglé par chèque. Forfait, c'est un lien, et un transport réalisé par le fournisseur lui-même. Et le fournisseur, il a parlé transport. Il a dit cela, ou il a parlé transport. Je vais vous dire comme exemple, fait, cool, chez les réductions commerciales, quand même, il y a déjà, réduction financière, escompte, on a dit transport, je vais كيفاش تكون لا فاكتور اللي كان فيها لي ريديكسيون كاملين. مزيان، ها لا فاكتور ديالي، المونطون بغيت 2000 درهم، الرميز 4% عطاتنا 80، كيفاش لقيناها راكم عارفين، 2000 فوا 4 سور 100 إيكال 80، نت كوميرسيال 100، نت كوميرسيال 1920، كيفاش لقيناها بروت موان الرميز عطاتنا نت كوميرسيال، ريسورون 3%، شديت النت كوميرسيال اللي هو 1920، ضربتها في 3 قسمتها على 100، عطاتني 57.60. النت كوميرسيال 2 كيفاش لقيتو؟ النت كوميرسيال 1 ناقص ريسورون، عطات النت كوميرسيال 2 اللي هو 1860.40. الغابي، شديت
كاين نت كوميرسيال 2 درتو جوج قسمتو على 100 عطاني 37.24. نت كوميرسيال 3 ديت نت كوميرسيال 2 ونقسم منه الغومي اللي هو 37.24 عطاتني 1825.16. لي سكونت نشد اخر نت كوميرسيال اللي هو هذا نت كوميرسيال 3 1825.16 نضربها 5 نقسمها على 100 تعطي 91.26. مزيان. نت فينونسي كيفاش لقيناه؟ هو النت كوميرسيال 3 ناقص لي سكونت 1825.16 ناقص 91.26 شطاتني 1733.90. مزيان. هنا غيجي ترونسبور من تنسالي لي ريديكسيون هادي كاملين تنحط ترونسبور. ترونسبور شحال عطاوني؟ ها هو ترونسبور 400 دينار. غنحط هنا 400 دينار. تي في 20% كيفاش لقيتها؟ شديت 1733.90 زدت عليها 400 وضربتها في 20 وقسمتها على 100 يعني ولات عندي هنا حسبت هاد 426.78 هي 1733.90 زائد 400 اللي هي 1133.90 ضربتها في 20 وقسمتها على 100 عطاتني 426.78. اذا 426.78 راه هو التوتال ديال هاد الجوج نت فينونسي والترونسبور في 20 مقسوم على 100. تي تي سي 2560.68 كيفاش لقيتها؟ جمعت الثلاثه نت فينونسي ترونسبور والتي في حيت ترونسبور والتي في ماجوراسيون كيتزادوا والنت فينونسي هو الثمن ديال السلعه. اذا جمعت الثمن ديال السلعه زائد الثمن ديال الترونسبور زائد التي في عليهم بجوج عطاتني 2560.68 وهذا هو المونطو تي تي سي في هذه الحاله تنتيري لا فاكتور ديالي. إذا دابا لا فاكتور مزيان تيرات من تيريت لا فاكتور خصني ندير ليها تخرجتها امبريبيت لا فاكتور ديالي خصني ندوزها في الجورنال وغادي غنشوفو ان شاء الله. فوالا الجورنال ديالي فاكتور ريديكسيون كوميرسيال فينونسيي تي في اي ترونسبور جورنال. كيما تعرفوا الجورنال عندنا لاشار ولا كيزيسيون الفونت كيما كتشرح لكم باش ياخذوا تاخذوا اخر ديرنيير نت كوميرسيال نخدم اخر نت كوميرسيال ديما نكون عاقلين عليها. إذا عندي لي ريديكسيون كوميرسيال كنخدم بآخر نت كوميرسيال مونطون تي فيا غتاخدو. إذا كانت عندي لاشا غنخدم بالتي فيا ريكوبيراب سوغ شارج 34.55 جوج دي بي. إذا كانت عندي لاكيزيسيون كنخدم بالتي فيا ريكوبيراب سوغ إيموبيليزاسيون لي هي 34.55 تسكت فيها في دي بي يعني شد شحال كلاس 2. إذا بعت غنخدم تفيا فاكتوري 44.55 وتكون في الكريدي. يعني هنا تبان ليا من كما شرحت لكم في الاول كلاس 3 تيكون في الدي بي وكلاس 4 تيكون في الكريدي وتشرحتو في كونسيبسيون دو باز ولا كونطابيلي جينيرال يعني في الكورس الاولاني يعني. الا كان شي واحد خدا معايا حتى هو راه يكون شاف شويه هذا الشرح هذا مزيان. ليسكونت راه قلنا الا كان ليسكونت مع لاشا لو كاد لاشا تتم او لاكيزيسيون يعني هاد الجوج هادو اما شرينا شي حاجه كلاس 6 او شنو نجي عند كلاس 2 لي سكونت تخدم به هو لي سكونت اوبوني 73.86 تيكون في الكريدي. الا كان عندي الفونت غتخدم بلي سكونت اكوردي 63.86 تيكون في الدي بي. كاد الفونت لي سكونت اكوردي 63.86 تيكون في الدي بي حيت هذا كلاس 6 تيكون في الدي بي لي شارج وكلاس 7 برودوي تيكونوا في الكريدي. المونطون دي تي سي ديما تيبقى لا بونك او لا كيس او سي سي بي او فورنيسور اون كاد لاشا كريدي او كليون اون كاد فونت كريدي. مزيان. هنا شحال عندي الحاجه ما ذكرناهاش انا ذكرنا المونطون دو تي في ا المونطون دو ليسكونت نت كوميرسيال تي تي سي في لا بونك ولا كاس بكتيو ولكن نسينا ما ذكرناش واحد الحاجه اللي هي مهمه خصنا نذكرو اللي غطاف لينا هو الترونسبور المونطون دو ترونسبور كيفاش غادي نحطو في الجورنال كاد فورسي ديال المونطون ترونسبور. إذا كان ترونسبور فورسي يعني أسوري باغ لو فورنيسور مع الفونت يعني حاجة فورسي مع الفونت تكون تقدر مع الفونت تكون مع لاشا. كيفاش؟ يعني أنا كليون مشيت عند فورنيسور وعطاني لا فاكتور فيها ترونسبور وفيها السلعة في هذه الحالة هذه لو كان اللي عندي أنا هي لوكا ديال لاشا أنا شريت سلعة أنا هو الكليون يعني مع لاشا ولكن أنا هو الفورنيسور غيكون فورسي مع الفونت. دابا كاين فورسي مع لاشا في لوكا ديال انا هو الكليون وفورسي مع الفونت في لوكا ديال انا هو الفورنيسور. قال لك الا كان لوكا ديال الفونت غنخدم بالكونت فونت برودوي اكسسوار حيت انا هو الفورنيسور. يعني الا شفت في لوبيراسيون فونت مارشانديز فونت الا شفت في فورماسيون في ليكزومبل اللي عطيني او في ليكزيرسيس
في لوبيراسيون كتب ليا فونت سوا فونت مارشانديز برودوي فين كلمه فونت يعني انا اللي بعت في هذه الحاله ترونسبور غنعطيه الكونت ديال فونت برودوي اكسسوار والنيميرو دو كونت 71 27 وغيكون في الكريدي كلاسات غيكون في الكريدي ديال الكونت كاد الفورفي مع لاشا عطاوني اشا يعني مثلا اشا دو مارشانديز ترونسبور فورفي يعني هنا في هذه الحاله انا هو الكليون واقعي على الفونت انت هو الفورنيسور ولاشار انت هو الكليون قلت كلمه اشار والترونسبور اسيري بار لو فورنيسور يعني فورفي في هذه الحاله ما نخدمش بالفونت برودوي اكسسوار لا نخدم بالكونت ديال الترونسبور يعني لو كاد فورفي تتقسم لجوج في الحاله ديال الفونت غيكون عندي نخدم بالكونت فونت برودوي اكسسوار وفي الحاله ديال لاشار نخدم بالكونت ترونسبور النيميرو ديالو 61 42 ويكون في الديبي والحاله الثالثه الا كانت سوسيتي دو ترونسبور اللي دايره لنا الترونسبور وقت ما سمع سوسيتي دو ترونسبور هي دايره لنا الترونسبور في سوسيتي دخلات فهاد الحاله ديما نخدم بالكونت ترونسبور والنيميرو ديال الكونت ديالو 61 42 ويكون في الديبي شوف معايا هاد الكونت راه معاود جوج مرات يعني كنخدم به ديما مع لاشا ديما مع لاشا هادي غتكون لاشا غير هادي غتكون لاشا وتشارك لي دات لي ترونسبور شارك لي ترونسبور مختصه في الترونسبور في النقل هي وفرت لي النقل ديال السلعه ديالي وهاد الحاله الثانيه درت لاشا لكن فورنيسور اللي شريت معاه السلعه هو اللي وفر لي الترونسبور هو اللي عطاني الترونسبور ديالو عطاني الكاميون ديالو غير هي تتسمى فورفي غتكون عندي فاكتور وحده هنا لكن فاش غادي نحط في الجورنال ترونسبور كونت ديالو غنعطيه كونت ديال ترونسبور 61 42 هنا في هذه الحاله عاوتاني غتكون عندي فاكتور وحده لكن انا هو الفورنيسور انا اللي درت الفونت في هذه الحاله ترونسبور غيكون فونت برودوي اكسسوار مزيان مازال الفيديو ما كملش استفدت معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدوره التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تخرج معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلي باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء نتمنى لكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك والسلام عليكم نشوفوا دابا الجورنال ديالنا لا فاكتور ديالنا هذه هي لا فاكتور اللي كنا خدمنا عليها اللي ديجا خدمنا عليها قبيله اللي خرج لنا 429.78 هو الدي في ديالنا دابا غنشوفوا كيفاش غنحطوها في الجورنال لو كاد الفونت ولو كاد الاشا يعني في الحاله اللي بعنا حنا مول فورنيسور وفي الحاله اللي شرينا حنا مول كليون هي غنشوفوا شي لو كليون لو كليون شي ديال يدير لاشا مزيان على فاكتور كذا شي لو كليون كاينه فاكتور وحده يدير هذا الترونسبور فورفي باقي حنا خدامين في الفورفي مادام فاكتور وحده وفيها الترونسبور تيتسمى ترونسبور فورفي درت لا فاكتور ديالو هاد لا فاكتور باش غنقلها ونحطها لي مونطو تناخدو تناخدو ديغني نيت كوميرسيال كما شرحنا اخر نيت كوميرسيال ها هو 1825.16 لما تنعطيو نيت كوميرسيال الاخران تعطيو اما لاشا ولا الفون ولا لاكيزيسيون هنا في هاد الحالة عندنا اللي شفنا في ليكزومبل كانت عندنا اشا دو مارشانديز اذا غيكون عندنا هنا كونت اشا دو مارشانديز وعطيه الدغنية نيت كوميرسيال اخر نيت كوميرسيال ترونسبور نعطيه المونطون ديال ترونسبور ومع لاشا تيكون ترونسبور ديال كلاس 6 61 42 ها ترونسبور 400 درهم ديال ترونسبور وتبقى التي في تاهي خاصها دار التي في قلنا تتبع لاشا التي في ريكوبيرا سيغ شارج 34.55 جوج والمونطون ديالو 426.78 عندي ليسكونت ياك تا هو تيدخل في لا فاكتور ليسكونت الا كان مع لاشا تيتسمى اسكونت اش اوبتوني ربحتو ها هو اسكونت اوبتون 73.86 قلنا مونطون ديالو من لا فاكتور 91.26 تولا دير العملية سهلة تناخد من لا فاكتور ونغيكلو باش تخلص هادشي كامل لوبيراسيون عطينا تخلص هادشي كامل بار بونك وبونك باش نعطيو قلنا المونطون تي تي سي 51.41 بونك 2560.8 هذا هو المونطون اللي عطاه البنك المونطون تي تي سي هذه بالنسبه للكليون بالنسبه للفورنيسور فوالا فورنيسور غيدوز الفونت يعني حنا تنبداو بالديبي ديما هو الاولاني والديبي غيكون فلوس دخلوا لابونك اذا يكون البنك في الديبي 51.41 وغياخذ المونطون تي تي سي ها هو هنا اسكونت مع الفونت تيكون اسكونت اكوردي اكوردينا حنا الكليون
غيكونوا ديسكونت اكوردي كلاس 6 63 86 المونطون ديال ديسكونت هو 91.26 هاي واش عندي فونس مارشانديز وطبعا تاخذ ديغني نيت كوميرسيال اخر نيت كوميرسيال اللي هو 1825.16 ها هو ويكون تحت منها لو كونت دو ترونسبور لكن في الحاله ديال البيع اش قلنا ما نخدموش بهذا الكونت هذا شوف واش خدمنا فونت برودوي اكسسوار حيت حنا بعنا هاد الكونت ديال الشارج ديال لاشا وهاد الكونت ديال البيع فونت برودوي اكسسوار اللي هو 71.27 عطينا 400 درهم ديال ترونسبور وعاد غتجي في الاخر دي في فاكتوري اللي هي المجموع المحسوب دي محسوبه عليهم بجوجهم على النت فينونس ترونسبور ها هي دي في فاكتوري قلنا ديما تتبع الفونت دي في فاكتوري كاينه في الكريدي 455 كونت ديالها دي في فاكتوري المونطون 426.78 وهذه هي الحاله ديال ترونسبور فورفي يعني ترونسبور رياليزي بار لو فورنيسور فورنيسور اللي عطانا ترونسبور اما بالنسبه للحاله الثانيه اللي هي ديال ترونسبور رياليزي بار سوسيتي ترونسبور يعني دوزيام كا ترونسبور رياليزي بار سوسيتي ترونسبور فهاد الحاله هادي غتكون عندي فاكتور وحده يعني سول فاكتور فاكتور ديال المارشانديز اللي غيكون فيها المونطون بروت ريدكسيون كوميرسيال ريدكسيون فينونسيي يكون فيها تي في ا 20% والمونطون تي تي سي هادي في الحاله الثانيه ديال ترونسبور رياليزي بار سوسيتي ترونسبور يعني شركه ترونسبور اللي عطاتني ترونسبور كما قلنا حنا في الحاله ثانية ديال لي شركة ترونسبور هي عطاتني ترونسبور فهاد الحالة غيكون عندي دو فاكتور جوج ديال لي فاكتور فاكتور الأولى ديال السلعة اللي شريت اللي غيكون فيها مثلا المونطون بروت ريديكسيون كوميرسيال ريديكسيون فينونسي تي في ار دي سي واللي غتكون على هاد الشكل هذا مونطون بروت ريميز نت كوميرسيال 1 ريستور نت كوميرسيال 2 رابي نت كوميرسيال 3 اسكون نت فينونسي تي في مونطون تي سي يعني غتكون فاكتور سامبل عادية كما شفنا في الأول فيها لي ريديكسيون كوميرسيال ريديكسيون فينونسي وفيها تي في ار هادي لا فاكتور ديال المارشانديز لكن حنا في هذه الحاله اللي تنشوفوا حنا تنشوفوا عندنا دو فاكتور فاكتور المارشانديز اللي غتكون على هذا الشكل هذا وفاكتور ديال الترونسبور باسكو الترونسبور رياليزي بار سوسي ترونسبور يعني فورنيسور ديفيرون يعني عندنا فورنيسور اللي تيبيع لنا السلعه وفورنيسور اللي عندنا الترونسبور اذا دو فورنيسور يكون عندنا دو فاكتور فاكتور ديال السلعه اللي هي هذه غتكون على هذا الشكل هذا مثلا وفاكتور ديال ديال الترونسبور يعني هي الدوزيام فاكتور غتكون عندنا يكون فيها المونطون اور تاكس ديال الترونسبور والمونطون تي في ا اللي هو 14% ديال تي في ا حيت شركة ديال الترونسبور يعني تي في ا ترونسبور رياليزي باغ سوسيتي دو ترونسبور تي في ا لوطو ديالها لوطو دو تي في ا 14% ويكون المونطون تي تي سي ويكون بهذا الشكل هذا اليمون مونطون ترونسبور اور تاكس مثلا 400 درهم تكون تقول 400 درهم تي في 14% 414 مقسوم على 100 يعطيني المونطون ديال تي في المونطون ابي تي تي سي هو المجموع ديال اوغ تاكس بلس تي في يعني تكون واحد فاكتور سامبل فاكتور ديال ترونسبور بوحدها اذا هنا تكون عندي دو فاكتور فاكتور ديال مارشانديز فاكتور ديال ترونسبور مزيان ندير واحد ليكزومبل لو 3/9/2012 مونطون دو مارشانديز اكريدي يعني هنا مونطون دو مارشانديز اكريدي يعني اما فونت اكريدي ولا اشا اكريدي تنحاول من بيج كان النوع واش فونت ولا اشا على حسب باش نديرو شي لو فورنيسور اي شي لو كليون نديرو لو كاد الفونت لو كاد ديال الاشا مونطون دو مارشانديز اكريدي 2000 درهم تي في 20% رميز 4% ريسورن 3% اسكونت 5% فاكتور نيميرو 34/12 ترونسبور 400 درهم رياليزي بار سوسيتي دو ترونسبور réglé par le client en espèces. Je n'ai pas réalisé par société de transport. Les voies de transport. Au bout, je te relâche en espèces. Laquelle la facture de marchandise, mais je te relâche à crédit. Et dès le marchandise, je te relâche à crédit. Transport, d'un chouine, chérie, qu'à quoi. Et dès le fournisseur, il y a une marchandise. Ben, le crédit. Au fournisseur, il y a un transport, chérie, qu'à un transport, je te relâche à espèces. Nakden, je te relâche à 400 dirhams. وعندنا فاكتور ديالها نيميرو 202 اذا هنا شحال عندنا فاكتور دو فاكتور كما تشوفوا فاكتور نيميرو 34/12 اللي هي ديال المارشانديز وفاكتور نيميرو 202 اللي هي ديال الترونسبور فاكتور ديال المارشانديز ا كريدي وفاكتور ديال الترونسبور تخلصات اون اسبيس مزيان ونديرو الجورنال ديالنا دو فاكتور فاكتور ديال بروميي فاكتور فاكتور ديال المارشانديز هي هادي ها هي صوبناها La facture de marchandises, montant marchandises 2000 dirhams, remise 4%, etc. A différer le marchandise, mais ça c'est transport. Cette facture est là, le transport réalisé par société de transport et qu'on a deux factures. Facture de marchandises, il y a une première facture.
facture de transport, voilà, deuxième facture, facture de transport, voilà, transport 400 dirhams. والتي في 56 درهم كيفاش حسبناها 414 مقسومه على 100 تعطي 56 درهم والتي تي سي هو المجموع ديالهم 400 زائد 65 كيعطي المونطون تي تي سي اللي هو 456 درهم التي في 56 درهم والمونطون بطاقه 70 درهم اذا التي تي سي المجموع ديالهم هو 456 درهم دو فاكتور فاكتور بوحده ديال الماركشانديز فاكتور ديال الترونسبور حيت الحاله هذه ترونسبور رياليزي بار سوسيتي دو ترونسبور يعني ماشي الفورنيسور اللي عطاني الترونسبور فورنيسور باع لي السلعه ومشيت على فورنيسور واحد اخر خاص بالترونسبور عطاني ترونسبور شركه ديال الترونسبور حسب لي الترونسبور 14% دو فاكتور دابا غندوزو كيفاش نديرهم في الجورنال مزيان شي لو كلي هما دو فاكتور فاكتور الاولى ولا هي ديال الماشونديز فاكتور الثاني ديال ديال الترونسبور طبعا هاد لو دوكلي دو فاكتور شكون غيكون عند من غيكونوا غيكونوا عند الكليون الكليون خدم عند هاد الفاكتور الاولى ديال السلعه خدام مع الفورنيسور مثلا الفورنيسور علان والفاكتور الثاني خدام مع شركه الترونسبور مثلا سي تي ان اذا ولاو عنده دو فاكتور غيدوزو بجوج يعني غيدوز دو اوبيراسيون الاوبيراسيون الاولى ديال لا فاكتور ديال الماشونديز اشا دو ماشونديز تاخد المونطون اوف تاكس النت تحت عفوا اخر نت كوميرسيال اخر نت كوميرسيال فينا هو نت كوميرسيال 2 1862 فاصل 40 فاصل 40 1862 فاصل 40 هذا هو النت كوميرسيال الاخراني قلنا الاجر دو مارشانديز والفونت والاكيزيسيون تياخذوا اخر نت كوميرسيال تي في ا فوالا تي في ا 353 فاصل 86 الخطا اللي تيديروا هنا الطلبه انه تيخدم بالنت فينونسي النت فينونسي ما تخدموش به حيت تخدموا بالسكونت مادام السكونت تدخل في الجورنال ما غندخلش النت فينونسي علاش ندخل النت كوميرسيال حيت لي ريديكسيون كوميرسيال ما تيدخلوش في الجورنال حتى الفاكتور افوار الفاكتور دو ما تيدخلوش في الجورنال لكن الفاكتور افوار ان شاء الله غنشوفو من بعد تيدخلوا لي ريديكسيون كوميرسيال رجعوا للدرس ديالنا اللي هو الترونسبور غنحاول مره نشرح شي حاجه اللي تقدر باش ما تخلقش لينا عراقيل في دماغنا لاشات مارشونيز خدمت اخر نت كوميرسيال تي في ا مونطون تي في ا هو تي في ا كيبيرال سور شارج حيت لاشا كاينه في كلاسيس كاينه في لي شارج اسكونت غيكون اسكونت اوبتوني 93.12 ومعايا اكريدي هادي تشراش اكريدي غيكون فورنيسور اللي ياخد المونطون تي تي سي اللي هو 2123.14 هادي بالنسبه لوبيراسيون الاولى الفاكتور الاولى غندي في نفس لا دات ميم دات وندير لا فاكتور الثانيه تي 0 زعما هي نفس لا دات ميم دات وندوز لا فاكتور الثانيه ديال الترونسبور اكون فيها ترونسبور كلاس 6 41 كونت دو ترونسبور حنا كنا قلنا شرحنا اللي كان ترونسبور دات ولا شركه ديال الترونسبور تنخدم بالكونت ديال الترونسبور 41 عطينا المونطون دو ترونسبور اللي هو 400 درهم وغادي تحت نوت لي فيغ ريكوبيرال سور شارج علاش لي فيغ ريكوبيرال سور شارج حيت ترونسبور كاين في كلاس 6 وحنا كما شرحنا في الاول ان لي فيغ ريكوبيرال سور شارج تتمشي مع كلاس 6 كامل كريدي غنديرو لا كيس ونعطيو المونطون تي تي سي حيت كما شفنا في ليكزومبل ان هاد لا فاكتور تخلصات اون اسبيس اسبيس يعني ليا كاس ونعطي المونطون تي تي سي اللي هو 456 مزيان بالنسبه للفورنيسور هنا الفورنيسور شحال من فاكتور غتكون عنده فاكتوره وحده هادي غير ديال البيع حيت ماشي هو ديال الترونسبور الكليون عنده دو ترونس دو فاكتور فاكتور ديال السلعه اللي شرا وفاكتور ديال الترونسبور ديال الشركه اللي درت لي ترونسبور ديال السلعه لكن الفورنيسور غتكون عنده فاكتوره وحده اللي هي فاكتوره ديال السلعه اللي باع اذا غيدوز غير هادي هادي ما عندوش حتى شي سوق فيها مزيان هنا ملي بيج جي طايحو تيحط لك بحال هكا ومع الفونت تيحط لك مثلا انا فورنيسور باع السلعه باع السلعه والترونسبور شركه ديال الترونسبور مكلفه به وخلصوا الكليون يعني حنا ما سوقناش ما ندخلوش هاد لا فاكتور هادي انت ندخلو الفاكتور ديال الترونسبور الا كنا درنا ترونسبور فورفي بالنسبه للفونت اذا دابا شكون اللي عنده شكون اللي عنده دو فاكتور هو الكليون الفورنيسور ما سوقوش في الثانيه ديال الترونسبور ما سوقوش فيها هو سوقها في الاولى غيدوز غير الاولى اللي عطاك ديال الفونت غيدوز كليون باسكو عندنا الفونت اكريدي كريديبيتي لو كونت كليون بالمونطون تي تي سي 21 2123.14 غير ديال اسكونت اول مون عندنا الاسكونت ديال الاسكونت غيكون ديسكونت اكوردي كلاس 6 86 المونطون ديالو 93.12 والفونت فونت مارشانديز والكريدي اللي هو غياخد الديرني نت كوميرسيال ها هو 1862.40 وغندير تحت منو التي في ديما التي في تبع الفونت والاشرا كما قلنا التي في فاكتوري تكون مع الفونت كلاس 4 44 55 تكون في الكريدي 353.86 المونطون ديالها
وبهذا الشكل هذا تكون اننا دوزنا لوبيراسيون كنا غيدوزها الفورنيسور كنا غيدوزها الكليون مع سوسيتي دو ترونسبور. يعني هنا في لو كا ديال ترونسبور رياليزي بار سوسيتي دو ترونسبور كما شفنا في الاول ترونسبور رياليزي بار لو فورنيسور. في هذه الحاله تيكون عندنا دو فاكتور وحده فيها المونطون ديال المارشانديز والمونطون ديال ترونسبور. الحاله الثانيه ترونسبور رياليزي بار سوسيتي دو ترونسبور يعني شركه ترونسبور خاصه اللي دات لنا ترونسبور ديال السلعه ديالنا. في هذه الحاله شحال يكون عندي من فاكتور؟ يكون عندي دو فاكتور، فاكتور ديال المارشانديز اللي شريت وفاكتور ديال ترونسبور، وغندوزهم بجوجهم الكليان غيدوزهم بجوجهم، لكن الفورنيسور ديما تيدوز غير فاكتور اللي خرج من عنده، هو عطاك فاكتور ديال السلعه ما عندوش حتى شي سوق فاكتور ديال ترونسبور منك اللي دبر راسك مع ترونسبور حتى هو ما عندوش. لكن في الحاله الاولى اذا كان هو اللي عطاك ترونسبور كيعطيك فاكتور وحده فيها المونطون ديال ترونسبور المونطون ديال المارشانديز. وطبعا في الحاله ديال ترونسبور فورفي كيكون الطوب دي في ديال ترونسبور 20%، وفي حاله ديال ترونسبور اسوري بار سوسيتي ترونسبور تيكون الطوب دي في 14%. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورتيسو اكاديمي يمكن لك تابونا معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورتيسو او لاباج ديالنا فورتيسو اكاديمي باش تشوف اخر اعمال ديال فورتيسو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.